السلام عليكم يا ثاني. عنوان درسنا الجديد لهذا اليوم sound as صوت. We hear many sounds every day. نسمع العديد من الأصوات كل يوم. فأنا أسمع صوت أمي وأبي، صوت قرعة الجرس، صوت الساعة، صوت عقارب الساعة، وأسمع صوت التلفاز. هذه الأصوات نسمعها كل يوم. عندي يا ثاني sounds الأصوات تنقسم عندي إلى two divisions، إلى قسمين. Number one sounds low، الأصوات المنخفضة، ونرمز لها في حرف الأل الكابيتال. Number two sounds high، الأصوات العالية، ونرمز لها في حرف الأتش الكابيتال. إذن نعيد مع بعض. Sounds low، أصوات منخفضة، ونرمز لها في حرف الأل الكابيتال. Sounds high، الأصوات العالية، ونرمز لها في حرف الأتش الكابيتال. إذن sounds الأصوات. Number one sounds low، ونرمز لها بالحرف L وهي الأصوات المنخفضة، وساوندز هاي وهي الأصوات العالية، ونرمز لها في حرف الأتش. إذن عندي لاو وهاي، عندي لو وهاي، لو وهاي، لو منخفض وهاي العالي. إذن ساوندز لو وساوند هاي، وعندي رمزين الال كابيتال اللي هي لو وهي الأصوات المنخفضة، وحرف الاتش كابيتال وهي هاي والأصوات العالية. في عندي فور اكزامبل أمثلة عديدة على أنواع الأصوات. أول موضوع بدنا نتناوله الأمثلة على اللو. نمبر ون كلوك، الساعة. فأنا لا أسمع صوت مرتفع إلى عقارب الساعة. نمبر تو كاتس، القطط. فصوت القطط منخفض. إذن كلوك الساعة وكاتس القطط. عندي حكينا نمبر تو الساوندز هاي الأصوات العالية، وفور إكزامبل عليها إيروبلين الطائرة، وبيلز أجراس. عندي الطائرة والأجراس مثال على الأصوات العالية، فأنا حينما تقلع الطائرة وتهبط أسمع صوتها، وحينما نقرع الجرس في المدرسة فأنا أسمع صوت الجرس. ثاني، هذا التلخيص هو المهم والمطلوب منكم في درس الصوت، اللي هو أقسام الصوت والأمثلة عليها، ونتذكر إنه إحنا بنسمع العديد من الأصوات كل يوم. تعالوا معي، هاي العديد من الأصوات: صوت المذياع، صوت عقارب الساعة، وصوت نقاشك أنت وزميلك. معطيني هون for example على اللاو والهاي. معطيني إنه الكلوك مثال على اللاو sound، ومعطيني إنه الكات كمان مثال على اللاو، ومعطيني إنه البيلز مثال على الهاي، والإيروبلين مثال على الهاي. انتو تركيزكم يكون على الملخص، تركيزنا يكون على الملخص اللي امامنا. نيجي لحل اسئلة الدرس. انا رح افسر لكم الاسئلة، ورح تكون مطلوبة واجب منكم عشان نتأكد من فهمنا للدرس. Question number two.
circle the things which are designed to make sound. بحكي لي الأشياء المخصصة لإصدار الصوت. معطيني مجموعة من الأشياء وبحكي لي وضع لي دائرة على الأشياء عندي المخصصة لإصدار الصوت. عندي أشياء تصدر صوت وعندي أشياء ما بتصدر صوت. وضعوا لي دائرة على الأشياء اللي بتصدر صوت. Question number two، معطيني مجموعة من الصور والأشياء بدكم توضعوا لي في البوكس. لو عند الأشياء صوتها منخفض بدكم توضعوا لي في البوكس. معطينا الرموز. لو عند الأشياء صوتها منخفض وحرف الاتش اللي هو هاي عند الأشياء صوتها مرتفع. وهدول الأسئلة يا ثاني مهمات جدا. إلى اللقاء في درس جديد.